دي اوريدي هناك هي اصلا هتطلع دلوقتي اظن بعد هي اي ثينك هتطلع بعد نص ساعه تمام هي هتطلع النهارده او يوم الخميس بس اي ثينك ان احنا مسافرين يوم الخميس ايوه وعشان كده ميبي ما نلحقهاش اصلا فممكن نجيها المره الجايه بالظبط نجيها على طول ونقول فين هي وفين ونطلع وهي بصراحه انا شفتها اي ثينك ان هي من اكتر الشيبس الحلوه وهي شيك قوي جوايا بالظبط بس هم قالوا لنا يعني في حاجات ممكن لو احتاجتوا اي حاجه تشتروها من جوه اوريدي لو انتوا عايزين اي حاجه برضه جوه في اديشنال برايس Thank you.